لا يمكن تخيل حصة اليوم بدون هذا الوجه، محرز بيس بدون رياض محرز. السلام عليكم. مساء الخير مؤمن آيت قاسية، ناقد الرياضي المشهور، أهلا وسهلا بك مؤمن. أهلا محمد، مساء الخير. سعيد بجد للتواجد معكم الشيخ عامر بن علي وعمار عمور، ما شاء الله مع حضرتك و نعم. أتواجد مع ميدو بالكبير الكبير. أمس بعد نهاية المباراة كم هائل من الرسائل على الفيسبوك أرسلوا لي في على الصفحة الشخصية، قالوا لي حذاري أن لا يحضر مؤمن حصة الغد، يجب أن يكون مؤمن حاضرا في برنامج اليوم. طبعا لبينا رغبة هذه الجماهير التي تعشقك مؤمن. حبهم الله الذي أحببوني فيه، بارك الله فيك محمد على كل حال. ولكن هذه نتيجة المعاملة في هذا الاستوديو، في هذا القناة، في هذا الحصة. نعم. فريق الدولة التي طالما كانت منبر مفتوح لجميع، نعم، يعني لجميع الأفواه حتى يتكلمون بكل طلاقة، محللين عدة شخصيات كبيرة في الكرة الإنجليزية أعطت لمحرز حقه في هذا المباريات الأخيرة، وعادت بريان رونان هذا الكرونيكر يعني المحلل في جريدة The Guardian كتب مقال يقول فيه محرز أن جيني سوزي ستيمي، قالك يعني اللاعب الموهبة واللاعب يعني العبقري العبقري الذي لم ينال حقه، ورد اليوم فوق أرضية الميدان بقوله للفرنسيين والباريس سان جيرمان لا ريشيس نو بو با تو بيرميتر داشتي محرز، يعني حتى تكون فريق غني كبير ولكن لو طالون استغفر الله لا ريشيس ناشيت با لو طالون دو محرز، ثم ما قدروش باريس سان جيرمان في يعني في رسالة موجهة للقطريين انكم ربما اشتريتم نيمار، اشتريتم عدة لاعبين، ولكن شفنا النجم الأول والنجم الحاسم اليوم هو الجزائري رياض محرز الذي عرف، نعم، كيف يحضر جيدا لهذه المباراة الحاسمة. نعم، تقول لي هنا في البلاطو بأنه فيه مؤامرة ضد رياض محرز، اللاعبون لا يمررون الكرة لرياض محرز، وغوارديولا لا يحب رياض محرز، ومحرز غير سعيد في مانشستر سيتي، ومحرز سيغادر مانشستر سيتي. اعترف اليوم بأنك كنت مخطئ مؤمن، اعترف يا مؤمن، اعترف بأنك كنت مخطئ. هل تريد أن أقول لك أنني مخطئ أم تريد أن أعلل؟ لا، قل لي، اعترف بأنك كنت مخطئ. لم أكن مخطئ أبدا فيما يخص، اسمح لي سأعطيك الكلمة، عمار قال لك أمس اللاعبون كانوا يبحثون عن رياض محرز بأجل تمرير الكرة. كيف وقت سابق قلت لنا مؤامرة، وقلت لنا لازم يرحل، وقلت لنا غوارديولا لا يحب رياض محرز ويفضل عليه ستيرلينج، وينصاع انتقادات الصحافة الإنجليزية. ذكرت ستيرلينج، هذو لعبوا كرة القدم في لو نيفو في الجزائر وفي ليكيب ناسيونال، نعم، في كوب دافريك. خليوني نكمل ومن بعد قولوا لي وين غلط وين جبتها صحيحه. تفضل. تعرفوا الفيستيار، تعرفوا لي كلون، دوك ما تطيحوليش برك القدب، رانا في رمضان حرام القدب، نهضروا ديريكت. اللهم اني صايم. اسمع، لا اليوم القدب حرام دائما ماشي في رمضان، خاصه في رمضان من يكبر شعائر الله فتكون من تقوى القلوب. نعم، لا كبروا شعائر الله. خلونا نحكيوا دو كره قدم. تفضل. ابدا لم أقل سيغادر. العربية صريحة. نعم. سيغادر يعني هدرت معه وقال لي نعم سأغادر. قلت لا يوجد فريق يستطيع أن يشتري عقد محرز في هذه الآونة. هذا كلامي. نعم. سألتني يا محمد يا مؤمن، ألا تظن في ظل هذه المشاكل التي يعيشها رياض محرز والمشاكل يعرفها العام والخاص، نعم، يعرفها كريس وودر، يعرفها آلين سميث، يعرفها ميكايل وين، يعرفها بيتر كراوتش، يعرفها كبار المحللين في انجلترا، قدماء اللاعبين، قدماء اللاعبين الانجليز المشهورين والعالميين، قالوا على غوارديولا ان يعامل محرز بنفس الاحترام ويعطيه نفس الثقة التي يلعب بها ستيرلينج مع زملائه، نعم، في أرضية الميدان. لماذا تحرر محرز؟ لأن ستيرلينج أصبح غير أساسي في الفريق، لأن اللاعبين الذين كانوا تلقائيا يحكم يحوس على ستيرلينج ولا يحكم يحوس على رياض، باسكو رياض بين لهم باللي قادر على شقاه. عمري ما قلت محرز يريد الذهاب، عمري ما قلت بأنه من الأفضل له أن يذهب في ظل هذه الأوضاع. نعم. أنا دوك قولي عمر بن علي عنده مشاكل في المولودية، ما يعطولوش البالون يكسروا له راسه، هو ديما المشكل. تعرف وقتاش تحرر رياض محرز؟ تحرر في مباراة إيفرتون، لما شاهد
لعب في مباراه قويه من تكتيك انشيلوتي يعني جاي اوكي مومن قال له بالحب يعني نقول لك واش كاين محمد انا ما رانيش نجي لكن صار من الواضح الان انه غوارديولا مثل ما كان يقول البعض ليس مدربا عنصريا غوارديولا لا اسمح غوارديولا عصوم ايتو اسمح قالها ايتو قال لا يتحملون غوارديولا لا يفضل ستيرلينغ على رياض لا كان يفضله يا محمد كان يمشي ستيرلينغ ماشي كان يمشي لا يا خويا اسمك ميدو ولا تخلوني نهضر ولا تجي نهضر لكن اختصر موضوع حتى انا راني غلط ونقعد والشعب الجزائري يعرف ويتبع يعلم جيدا انني لما ادافع عن قلت انه غير سعيد يا مؤمن قلت انه غير سعيد لكن اصبح اليوم الاكثر سعاده اللاعب الذي لا يلعب فوق ارضيه الميدان ويشاهد زملائه من فوق بدكه البدلاء ويعرف باللي عنده مكانته ويسجل ثلاث اهداف في مباراه الشامبيون ينحيه 5 ماتش لعب 30 دقيقه ما يكون سعيد ما يكذب عليك حتى واحد صار اللي ما عندوش قلب واللي ما عندوش قلب اللي ما في البو واش يقول لك بن علي مور الاستديو على امور داخل الفريق ما يقولهم لكش هنا لانه محترف نعم لانه عنده لا كونسيونس بروفيسيونيل صح ولا لا تقدرش تقولهم في التلفزيون ولا في لابريس كيف انقلبت الاوضاع الان مؤمن انقلبت الاوضاع كيف صار محرز سعيدا كيف صار محرز سعيدا كيف صار زملائه يمررون له الكره ويثقون فيه كيف صار الان الرقم واحد في السيتي قلنا ستيرلينغ لما يكون حاضر في ارضيه الملعب شئت ام ابيت اغويرو لما يكون حاضر شئت ام ابيت دو بروين يحوس على رحيل يا دي زوتوماتيزم دون اون ايكيب يا سي محمد سي ديفيسيل دانتيغري ان اون ايكيب تمشي او ديتريمون دي ريزولتا غوارديولا ليس معصوم على ما غلطش العام اللي فات مع اليوم شكون اللي من السيتي العام اللي فات هو اللي من هو كريسوالد قال له احنا ما نعرفوش كان كريسوالد لماذا لم تلعب احسن لاعب في ما يخص خلق اسمح لي في خلق الفرص لا اكيدني لازم نكمل حتى الاخر مؤمن باختصار لانه فيه ضيوف باختصار شديد باختصار شديد الاحصائيات يا سي محمد وريتها وحدك برك كيما يكون ستيرلينغ كره منين مشات من كان اكثر نشاطا قلتها واحد لما يكون ستيرليك 79 ستيرليك 23 رياض والباقي في الوراء وعلاش عمو هذه انت تحب تحبها ولا تكرهها راكو دي زونسيان جوا ولا راني غلط قول محرز يرفع الراس في انتظار الكأس في انتظار نهائي اسطنبول ان شاء الله رياض محرز سيكون حاسما في هذه المباراة ويحتفل بالعلم الجزائري في نهاية المباراة ممكن ممكن انا قريت اليوم ممكن لا ممكن 25 الف مناصر حسب ما قراته لكن تصور لو كان هذا النهائي في اسطنبول تزاير بلا فيزا تصور في اسطنبول نهائي مثل هذا اعلام الجزائر اكثر من اعلام مانشستر سيتي ممكن هناك نقطه اسطنبول. اريد ان اثيرها معك هل يمكن ان نحلم الان خاصه اذا فاز رياض محرز بالكره فاز باللقاء النهائي وسجل هدف هل يمكن ان نحلم بكره ذهبيه عربيه جزائريه لاول مره في التاريخ باذن الله وكلام اليوم كلام العديد من الصحف في انجلترا تحدثت عن علو كعب رياض محرز وتفوقه قالوا الطريق الى اسطنبول عبد بفضل رياض محرز تما ما يقدرش يزيد لك فوق هذه دوك نحبوا نكرو محمد حاسب في الربع النهائي في النصف النهائي حاسب في النهائي احسن لاعب لمانشستر سيتي خلينا نقول من بدايه 2011 جانفي فيفري مارس افريل مات هكذا ويديها ان شاء الله تاع كاين شق يديها ويكون حاسم كما كان ربح ماتش 87 اتعلم يا ابو محمد ربح ماتش لما سجل الهدف واعطى كره الهدف ايدي عمل المعروف هذا صحفي كبير كاتب وناقد رياضي كبير قال لهم يجب تغيير هذه الكره الذهبيه التي تمنح الى اللاعبين الاوروبيين ماجر هو من يستحقها هو من اهدى امام بايرن ميونخ اعظم فريق في تلك الفتره مع ريال مدريد قال لهم انزعوا هذه ثم نزعوها على الاقل يكون مع الثلاثه الاوائل اذا فاز برابط الابطال لا لا لكن حاسم في المدرب والكوت جمال بالماضي اعاد الثقه لرياض محرز ومنحه شاره القائد وفزنا بكاس افريقيا ولكن ايضا يجب ان نتحدث اليوم
عن غوارديولا ونحييه لأنه شجاعة كبيرة من هذا المدرب أن ينتزع ستيرلينج انتزاعا من التشكيلة الأساسية ويضع الثقة في رياض محرز. رياض محرز نعلم من أين أتى، من ليستر سيتي. ستيرلينج واحد من اللاعبين الذين لا يخرجون ولا يمكن تبديلهم ولا يمكن تغييرهم، حتى وإن أخطأ حتى وإن ضيع الكثير من الفرص كان في كل مرة تتاح له فرصة جديدة. طبعا هناك ضغط من الصحافة الإنجليزية، ضغط في الكواليس حتى يلعب ستيرلينج أساسيا حتى يفيد المنتخب الإنجليزي. لذلك يجب أن نحيي غوارديولا لأنه ليس من السهل انتزاع لاعب مثل ستيرلينج وإبعاد واحد مثل أغويرو عن التشكيلة الأساسية، خاصة قبل مباريات. يا جماعة محرز سجل مخالفة مباشرة، حاسم في الربع النهائي، حاسم في النصف النهائي، وهناك من أراد أن يضغط على غوارديولا وتعلم ذلك محمد. قالوا له كيف يا غوارديولا تستغني على ستيرلينج الذي لديه خبرة كبيرة، لماذا لم تدافعوا على رياض محرز الموسم الفارط؟ لأنه جزائري. لا، كان محللين دافعوا عليه، كان محللين إنجليز دافعوا عليه. لا نخلط بين الصحافة ولا محللين. صح، أنايا أنا صحفي الإنجليزي نعطي له حقه، مش كيما تاوعنا طايح خشين أوبجيكتيف أو زعما هو حاجة كبيرة. عاش محرز ضعيف هكذا، المهم نكون أوبجيكتيف ضعيف. وين ضعيف؟ شفتو أنت في مصر؟ شوف محمد صورني كتوريها، صورني كتوريها دوكا. محرز ولا أول لاعب يدخل في الفريق الوطني، ماشي كاع فودر ردوا بالماضي ريسبونس ما كاش ميكزيستي، يكون عنده جوار مليح ما يحبش يلعبوا باش يربح. شاف باللي محرز راه خير من ستيرلينغ وما يخممكش على ليك نصو نتا ما كاش طرينو يجيب جوار باش ما يلعبوا، هو راه يخمم لك باش يروح لا فينال وان شاء الله يفوز بها. محرز راه يلعب راه خير من ستيرلينغ، يدخل محرز يلعب. مستوى محرز هو اللي خلى غوارديولا، فرض على غوارديولا وشخصية محرز فرضت على غوارديولا أنه يلعب أساسي، وهذاك ما خلى محرز يطلع بالمستوى تاعه. نظن بلي لو كان بالك لاعب عادي يطلع المستوى تاعه ما يطلعش بالمستوى اللي يطلع به محرز. نظن بلي يطلع ضربة واحدة مستوى قياسي. ما عمار دروك ما بقاتش، دروك بقاتين فينال، دروك راح يغير، دروك ما عندوش مستحيل يغير، ما عندوش الحل، يقدر يغير في البطولة ولا شي يخمم لأنه السيتي يفوز يضمن لقب واحد يفوز واحد يقفل قاتل مباريات اوفيسيال يغادي شونجمون في ليفيكتيف باش يوجدهم لا فينال بعيدة 29. عطينا فرحة لاعبي مانشستر سيتي في غرف تغيير.